استقبلت جمعية الشفافية الكويتية ممثلة بالمفوضية الأهلية الديمقراطية أكثر من 180 متطوعا ومتطوعة للاطلاع على سير انتخابات مجلس الأمة 2020 في 5 ديسمبر المقبل. جمعية الشفافية أخضعت متطوعيها لدورات علمية وفنية متخصصة بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة وبهدف أيضا إنجاح العرس الديمقراطي. متطوعون كويتيون لمراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020 من خلال المفوضية الأهلية الديمقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية بهدف تكريس النزاهة في يوم الانتخاب في 5 من الشهر المقبل. فتحنا باب التسجيل التطوع وهذا نبين يعني فئات كثيرة تشارك في هذا العرس الديمقراطي، ففتحنا باب التسجيل لحد الآن 180 متطوع ولازلنا فاتحين ونستقبل المتطوعين، وبإذن الله راح نقدم لهم دورة تدريبية قبل الانتخابات إن شاء الله. اليوم تم حضورنا منبين لدعوة المفوضية الأهلية الديمقراطية في جمعية الشفافية الكويتية المتمثل دورها في رصد ومراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك الدعم وتعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات في هذا العرس الديمقراطي. جمعية الشفافية الكويتية أخضعت متطوعيها لمراقبة الانتخابات لدورات علمية وفنية متخصصة بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة لإنجاح العرس الديمقراطي الكويتي. إيمانا منا بأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة والشفافية في مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020، أشارك بمهام فريق رصد ومراقبة الدائرة الأولى المكونة من 16 مدرسة مقسمة على 94 لجنة، وأشارك فيها من خلال الاطلاع والإشراف على سير العملية من المراقبين والمتطوعين. والشباب كذلك عندهم الطاقة لمتابعة سير الانتخابات وإنجاحها بإذن الله، والكويت ولادة مثل ما قالوا. أكثر من 180 متطوعا ومتطوعة التحقوا بركب التطوع في جمعية الشفافية لمراقبة انتخابات مجلس الأمة 2020 متسلحين بالسلاح الوطنية والديمقراطية في مشهد يعبر عن فزعة وطنية شعارها الكويت تستاهل. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.